احنا ممكن نعمل بيزنس مع بعض عالي قوي. اوكي يا معلم فاهم، نبدا من تمر الصبح في يوحى بيت. نو نو، احنا بس ننسى شويه يعني، نشوف الشغل اللي ناقص عندك والشغل اللي زياده عندي ونظبط مع بعض. كلام جميل، كلام معقول، ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن دماغ الصحية دي ما عدتش هنا في السوق قبل كده ولا غلط؟ اي نو، انا شايف ان موضوع التماثيل ده ممكن يبقى افضل بكتير قوي. إيه لو ايه اللي جايب ده هنا؟ ده مش قلت لك ده مخ زين خذ ربما يبوظ لنا الصفقه؟ سيبك منه يا معلم تيتي، اتفاقك هيبقى معايا انا. سيبك منه وتتفقوا عليا؟ طب انت مرفوده فاهمي. براحتك عادل، اوكي انا بس بعمل اللي انا اتعلمته وشايف ان هو صح. يا عادل فهمني، اي صناعه او تجاره في عالم البيزنس محتاجه تكتلات عشان تكبر. هو ده الكلام، مش تعضني في تمثال واضربك في ورقه بردي. تكتلاتي وبتاع ايه؟ لعلمكم بقى انا كيان بذاتي. يا عادل افهم، انا ما افهمش اللي انا اقوله هو اللي يتنفذ. مكسب ايه وخساره ايه؟ انتوا بتستهبلوا؟ طب اشد انا بقى معلم فهمي واكلمك بالليل. سلام عليكم. وعليكم السلام يا سيدي. معلم فهمي علمك خلاص؟ سلام عليكم. مساء الفل يا معلم فهمي. ايراد النهارده يا باشا؟ ايه ده، فلوس؟ اه باشا، بسم الله ما شاء الله، الجدع اللي هو التمثال بتاع إله المعسل ده عامل شغل نار عندي في القهوه، ده غير بقى ان السياح اصلا عايزين يتفرجوا على المعسل نفسه. فهمتك معانا بقى معلمي؟ هنعمل كل المقاسات، يعني هنعمل تمثال بحجر وتمثال بكذا حجر. طب وفي تايح طلب تمثال اسمه إله الكابتشينو. انا اوريدي معدت استورده من البرازيل، هو إله البن ان شاء الله في صفقه. هو ده الشغل يا معلم فهمي. صباح الفل يا باشا، ربنا يخليك لينا. سلام عليكم. ايه ده ايه اللي بيحصل ده؟ انت بتعمل شغل من ورايا ولا ايه؟ امسك بس يا عادل وعد قبل ما تتعصب عليا. فلوس؟ انا مش عايز فلوس، انا مش عايز فلوس يا اخي، انا عايزك تغور وتسيبني بقى، انا عايز ارجع زي ما انا، انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. شيت، الظاهر اني بشتغل مع هواه. يا عادل انت كانت فرصتك الاخيره انك تكبر معايا، لكن انت اهدرتها. اهدرت ايه وشغل ايه وبتاع ايه؟ وانا من امتى كنت بتاع شغل؟ ادي الشغل اهو، ادي الشغل. انا مش بتاع شغل يا سيدي، انا عايز اخسر. اطلع بره، اطلع بره. انا عايز رمزي، انا عايز رمزي. انت فين يا رمزي؟ ما ترجع يا رمزي، ارجع يا جبان، مش احنا ولود عم. مفيش حد غريب، هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متاكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مره قبل كده تجيله غيبوبه نص ساعه ونفتكر انه مات يصحى تاني، المره دي بقاله ساعه ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات باذن الله يعني، والف يعني باذن الله. الباقيه في حقكم يا جماعه، شد حيلكم. مال ايه يا عم؟ انت هتخطب؟ خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجله على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا ما شفناش معاه يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم. مال ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز بعده الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل. اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. ولا رمزي ما تثبت، يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي؟ انا يا دولا، انا انت اللي مش خايف، انت اللي مش خايف. لا دولا مش خايف، انا مرعوب. يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ بص بقى يا رمزي، انت هتروح تكشف المتوفي، وبعدين انت هتغسله بقى، وبعدين انت هتقوم بقى تدفنه بالكفن ولا الحاجات دي، وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص. ايه يا دولا اللي انت وانت مش هتعمل حاجه يا دولا؟ يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها، مش انت المساعد بتاعي؟ يلا انت اللي جاي تساعدني. امال هتساعدني ازاي؟ يلا ايوه يا دولا، ما انا المساعد بتاعي بس. انا جاي اتعلم منك. طب بص، عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه، لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه. يلا يلا يلا. عمل لك ايه؟ انا دول اقدر ظروف يا دول، اقدر ظروف. وانا مين اللي يقدر ظروفنا؟ يلا يخرب بيتك، مين اللي يقدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه وانت شايفني واقف في سلخانه؟
بس انا جات لي فكره يلا ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونقصرها ونروح. لا نروح يلا، عايز تشمتهم فيا يلا. يلا بقى هنعمل ايه بس بهدوء احنا ايه، انا وانت هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد. اللي هو مين؟ اللي هو انت. وبعد كده نخلص على طول. بعد كده هي دي بس عشان اول مرة، بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول. لا لا خش انت تك تك الاول، وانا بتعلم وراك. ها انت وانا وراك يا دولا، انا وراك. انا مش فاهم انت خيخة ليه يلا كده، ما تخش يا ادعى الحتة وخلص يا مالك يلا يا رمزي في ايه؟ ولا غازغز شايف اللي انا شايفه يا ولا؟ ده الحكايه باين عليها بقت مرقبه خالص. انت مين وايه اللي جابكوا هنا؟ حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك. علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه؟ انا هطلب لكم البوليس. صح انا حرامي وعايز البوليس. عايز البوليس. انا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر. بس حضرتك انا حنوتي كنت جاي انا عشان اتصرف مع حضرتك يعني. انتوا حراميه؟ لا حضرتك والله مش حراميه، ولو حضرتك مش مصدق انا ممكن تسال شاكر حفيد حضرتك يعني. يا ولد ولد يا شاكر. ايوه يا جد تحت امرك. انت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيوان اللي معاه ده فاكرني مت خلاص؟ انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو. وبعدين يعني ايه مات؟ واحد نام له ساعه يبقى مات. ساعه ونص وانت بأمرت كمان ما كنت مستني الورث. ورث ايه يا حرامي منك ليه؟ جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه. طب حضرتك انا عندي اماره تانية بأمرت اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني. جدو حبيبي نومي العوافي. جدو خد العصير الحلو ده من ايدي. هاتي خساره فيكو. اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حراميه وكدابين. حراميه وكدابين ايه حضرتك؟ احنا مش حراميه ولا كدابين والله، ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتيه عاديين يعني. اخرس يا حرامي منك ليه؟ انا عايز البوليس. بس يا حرامي منك له. ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكو بحق الله. اهدى دوله اهدى دوله. معلش يا دولا والله العظيم انا قلبي عليك يا دولا، انا مش عايزك يا عم لا تروح في الكازوزه. ما تجيبليش سيره الكازوزه دي، كفايه غطاني الكازوزه والبيت اللي اتملى كازوزه. اه يا دولا. طب وهنعمل ايه في الهباب اللي احنا فيه دلوقتي؟ اللي احنا فيه ايه؟ انت مالك انت؟ انا والله ما عارف اعمل ايه يا رمزي، انا مش عارف اعمل ايه. في اكتر من ان انا جبت قفل للتليفون وطفشوه. ايه ده؟ طفشوا القفل ولسه ما رجعش لغايه دلوقتي يا دولا؟ لسه ما رجعش. انا غلطان، انا غلطان، انا بتكلم مع قفل زيك يا دولا. والله انا بهزر يا عم والله. اكيد رجع طبعا. هو اللي رجع يلا؟ ولا بص انا مش ناقص غباوتك، مش ناقص غباوتك. مفيش بقى غير الحل اللي انا عملته، عملت لهم باسورد للتليفون. يا خبر ابيض. طب افرض دلوقتي بقى طفشوا الباسبورد ده زي ما طفشوا القفل قبل. باسبورد ايه اللي طف؟ ولا اطلع برا يلا، اطلع برا. ايه دولا بقى؟ احنا في القهوه يا عم مش في البازار، كل شويه هتطردني. احنا في القهوه صح. هطلع انا برا. ماشي ماشي اطلع برا اطلع برا. انت ايه بتبرطم ولا ايه؟ لا مبرطمش. بتبرطم؟ لا باسبورد. ماشي ماشي. تشيتا بيبي يا بيبي يا بيبي. اتشي اتشي ايه ده؟ عمري ما شفت ودن احلى من كده. بسبوسه كده بسبوسه. بقول لك يا بيبي، مش معقوله يا بيبي كده ما ترضاش تديني الباسورد بتاع التليفون عشان كده؟ انا اساسا مراتك حبيبتك نسنوستك فزعتك لما تحب تطمن عليك، لاني بقلق عليك وقلبي بياكلني جدا ابقى اعرف اكلمك. رانيا لو سمحت يا رانيا ما تاخديش الاسلوب ده عشان تقنعيني ان انا اديك الباسورد ده، لان ممكن اضعف وانت عارفه ان ممكن اضعف، بس مش هديك الباسورد. يعني ايه؟ يعني ايه؟ ده اقل حقوقي كامرأة ان اعمل اللي انا عايزاه. ايه ده؟ ايه يا قلبة الشخصية المفاجأة دي؟ بعد ما كنت مرة واحدة تقلبي ليه كده يا ماما؟ عادي، ده اقل حقوقي كامرأة ان انا اتكلم بالتليفون بحرية وطلاقة. طلاقة ايه؟ وانت هتتكلمي لغات في التليفون ولا ايه؟ بقول لك يا عادل انا عايزة باسورد. بص يا رانيا، مفيش باسورد ولا أي حاجة من دي. كل الناس اللي موجودين في البيت محدش فيهم هيتكلم في التليفون من غير الباسورد، وأنا نفسي مش هتكلم في التليفون خالص. يا جماعة اجهزوا بقى يا اخوانا
عشان هنسيب البيت ده اخيرا ونطلع على القصر الجديد بتاعي اللي انا بنيته في وسط المحيط. ايوه يا جماعه يلا بقى قوموا جهزوا الشنط عقبال ما انا اسخن الطياره بره. لا 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 شنط ايه وانت بتفكر من دماغك ليه؟ احنا هنجيب كل حاجه جديده، ما تاخدوش اي حاجه من هنا. امال الفلوس الكتيره اللي عندي دي هوديها فين؟ سوري بيبي سوري، انا مش هقدر اجي معاك. سوري معلش هبقى احصلك. مش هتقدري تيجي معايا ليه يا راني؟ علشان انا رايحه مركز التجاره العالمي اعمل شوبينج لمده سنه ونص. معقوله سنه ونص تعملي شوبينج؟ معقوله الكلام ده يا حماتي؟ والله يا عادل اتس فري كونتري، كل واحد يبقى حر في حياته. ايوه بس يعني انت هتيجي معانا وهي مش هتيجي؟ ايوه يا جماعه، وبعدين هناك في شباب كتير والمعاكسات على ودنه يا جماعه. على العموم هي ممكن تعملي تحصلات على بورا بورا. بورا بورا؟ ايه القرف ده؟ وانت ايه اللي يوديكي البلاد اللي عامله كده يعني؟ سربرايز سربرايز يا عادل، ما اصل انا هتجوز وهقضي بقى شهر العسلين بتوعي مع حمديون في بورا بورا. حمديون؟ مين حمديون ده؟ ازيك يا مجاجيدو؟ انا حجزت تذكرتين السفر. اوه حبيبي. اخ مين الواد ده؟ مين الواد ده؟ ده قد ابني عادل. الحب اعمى خالص وبيعمل معجزات. اتقص. اهلا اهلا يا اياد، تعالى تعالى اتفضل منور، تعالى اقعد هنا جنبي. الله، مين اياد ده الاخر؟ اوه اياد ملك جمال لبنان. يا نهار ابيض، ده دفع له مليون دولار عشان يرضى بس يتجوزني، وهنعيش في جبال الارز. جبال الارز؟ يعني مش تيجي معانا؟ لا طبعا مش هاجي معاك، ده دفع مليون دولار. ماما عاجبك اللي بتقوله سناء ده؟ يا حبيبي الجواز مش عيب. ازيك يا نعومة يا حبيبي. مندوب حبيبي. مندوب؟ مندوب ايه؟ مندوب انت يا يالا، ايه الواد الصايع ده؟ يا دولا ما تتسرعش يا دولا، يمكن ابنها. يمكن ابنها، حتى الفلوس الكتيره اللي جات لك وما زلت غبي برضو يا غبي. ده مندوب خطيبي، انا بس هشوف اخلاقه ايه وبعدين افكر اتجوزه. حتى انت يا ماما، امال سبته ايه بقى النجلاء؟ شاركيني يا استاذ عادل، معاك المنفلوطي رجل الاعمال المشهور. وخطيبي؟ خطيبك؟ خطيبك ايه؟ ده ابوكي. انا افضل زواج الاغنياء عن الاغبياء، انا مش هعلط غلطه سناء ومامي وطنطي انعام واتجوز واحد صغير يكون طمعان في فلوسي. لا نصحه. واحب اقول لك انا اغنى منك بكتير. انا مش عايز فلوس، انا عايز اهلي. دولا معلش، انا كمان بعتك يعني ورحت اتجوزت فتاه استعراض من الشور الروسي وخدتها بقى، وهنروح الزقازيق علشان نشتري بقره وشجره موز وهنعيش يا عم. خد بقرتك وغور من وشي. يلا يا مندو يا حبيبي. يلا يا حمديون يا شيري، تشاو تشاو. يلا يا اياد، بقول لك عايزين نلحق قبل جبال الارز ما تسيح. يلا يا منفلوتي. يلا يا ياسمين. يلا يا مامي. يلا. يلا يلا ده ايه ده؟ ايه ده؟ كم ويز هيم جيرلز، كم 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 عند ويز هير. ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ لا انا مش عايز فلوس، انا مش عايز ابقى غني، انا عايز اهلي، انا عايز ارجع فقير، انا مش عايز ابقى غني، مش عايز ابقى غني. انا عايز ابقى فقير فقير، عايز ابقى فقير فقير، عايز ابقى فقير، مش عايز ابقى غني. يا ماما. في ايه يا عادل؟ مالك؟ في ايه؟ يا بقول لك ايه يا رانيا، مفيش سفر تعملي شوبينج من بتاع مركز التجاره العالمي ده، مفيش سفر. اوكي اوكي عادل، مش مهمه خالص، انا هنعمله من المهندسين يا حبيبي. يا امال فين ماما وفين سناء ونجلاء ومامتك فين وياسمين؟ في ايه يا عادل؟ قاعدين بره في الصاله. قاعدين في الصاله لوحدهم ولا معاهم حماده وما لوحدهم؟ ماما عادل، انا مش هسيبك الا ما تدفع الفلوس اللي عليك. يعني تدفع الفلوس اللي عليك؟ فلوس؟ اه ادفع الفلوس. عادل انا جهزت لك موتور المكنه عشان تعمله نص عمره، وادي 5 جنيه مساهمه مني، واوعى تديه الواد ماندو. ماندو؟ هو في حد اسمه ماندو؟ ماندو الواد الميكانيكي البايظ ده، ما ينفعش، ده زباله، اديه لعمك كشك. وانا يا عادل الراجل بتاع البطاطينيات قال انه هيأجل قسط الشهر للشهر الجاي. وحتى لو ما اجلوش مفيش مشكله حماتي، واقول لك حاجه، ممكن تاخدي البطانيه بتاعتي كمان، انا مش محتاجها. بابا انا عايزه اخرج معاك بكره عشان المدرسه قالت لي ما تجيش عشان ما دفعناش المصاريف. لا يا حبيبتي، هخرج معاكي اوديك المدرسه وهطلب من المديره انها تستنى على المصاريف لغايه اجازه نص السنه. ماشي. روحي افتحي الباب.
دولة حبيبي. عم رمزي. ياسمين يا حبيبي كلبوزة كلبوزة. أنا بحب أي لما تعمليك يا ياسمين. بقول لك يا دولة، دلوقتي عم بتوع شركة النظافة قاعدين لنا في البازار ومش عايزين يمشوا إلا لما ندفع لهم 50 جنيه بتوعهم، وقالوا لي كمان هنرجع الفيران لو ما دفعناش. ما يجراش حاجة ما يجراش حاجة. بص شوف أي تمثالين ثلاثة اديهم لهم، واخد بالك، وكأننا بعناهم. تصرف. آه يا دولة والله فكرة حلوة، أعدي لهم التماثيل المكسرة كمان. أنا ماشي يا دولة. استنى 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 رمزي تعالى. ما تخش ما تخش، أنا هضربك يالا. معقولة؟ ده أنت ابن عمي يا دولة، أنا بحبك يالا. صحيح يا رمزي، أنت كان ممكن تجيب بقرة وتجيب شجرة موز وتعيش عليهم في بلدكم؟ لا يا دولة خالص. طب واسيبك يعني اسيبك لمين يا ابني؟ انت هتحتاس لو انا مشيت يا ابني وهتحتاس. يلا ادعى البازار يا دولة. يلا ادعى البازار يا يا سلام. يا عادل يا حبيبي، اسعد حاجة ان الواحد يقعد في وسط عيلته. تعالى يا حبيبي. سايب الشغل وقاعد بتلعب يالا؟ ما انت طبعا الشغل مش على بالك. ايه دولة، ده انا بص، ده انا لسه غالب نفسي دلوقتي دور، انما ايه سقع يا تغالب نفسك ايه؟ سايب الشغل وقاعد بتلعب يالا، يا ما تشوف شغلك يالا. لا شغل ايه يا دولة بقى، ما الشغل مريح يا دولة. مريح؟ لا فعلا فعلا مريح. ده احنا بقالنا اشوف كام جزء لغايه دلوقتي ما بعناش تمثال واحد. منك لله منك لله. يا دولة والله بص بقى، فانا قلت بقى بدل ما انا اريح انا كمان كده وانا اشغل مخي. شغل مخك؟ اوعالة اوعالة تعمل حاجة زي كده، يخرب بيتك انت عايز تموت يالا. ايه ده ليه دولة؟ الواد فتلة هو اللي قال لي كده، هو ان الواد الحيوان ده كان عايز يبوظني يا ابني؟ انت اساسا وبعدين ايه اللي بتلعبه ده؟ انت موقف العسكري فوق الطابية ليه يالا؟ ما كان هياكل. ولا ولا اوعى تسمع كلام حد يالا وتشغل مخك يالا، ده انت تموت على طول. لا يا دولة بجد لا لا، شيل شيل يا دولة، شيل البتاع الطاولة دي من قدام عينيا. ده انا ايه ده، انا مشيت ورا خطوات الشيطان. الطاولة من الصبح وعمال بتلعب وفاكرها طاولة؟ يهبل يهبل، دي دومنا يهبل. شيل شيل. ده انا كنت هروح في شرب الكازوزة. روح في شرب الكازوزة صح صح. شيل واوعى تعمل كده تاني يالا، على الاقل تشوف الشغل اللي انت بتشتغلوش ده تعمل حاجة مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ايها المؤمنون. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله اكبر الله. زبون يا دولة زبون. اهلا وسهلا تحت امرك. انا يا ابني يا عمك زغلول الدافع. عمي زغلول؟ انا ابويا ما قاليش ابدا ان عنده اخ اسمه زغلول. عموما اهلا وسهلا تحت امرك. اهلا بيك يا ابني. قل لي يا ابني انت ما عملتش خير من امتى؟ عموما لو حضرتك عايز اي بضاعه انا تحت امرك يعني، وههاودك في الساعه. انا مش عايز حاجه ليا، انا عايز لده. الصندوق ده هو اللي عايز؟ عايز مسمارين ولا ايه؟ دول هو ده صندوق الدنيا؟ اخرس انت يلا ما نشوف الصندوق عايز ايه. عايز ايه صندوق؟ ده صندوق الخير، عايزك تطلع اي حاجه من جيبك لله وان شاء الله ربنا هيكتب لك بيها ثواب. والله يا عم زغلول انت اللي تكسب فيا ثواب لو مديت ايدك في الصندوق ده واديتني اي حاجه. الحاله مريحه زي ما انت شايف اهو. حاشا لله يا ابني حاشا لله. ده المبلغ ده احنا بنلمه علشان اجره الحنوتي. في واحد مات النهارده الصبح، لمينا 1000 جنيه وفاضل 500. 1500 جنيه اجره حنوتي ليه؟ 1500 ده وافق عليهم بالعافيه. هو في حد لاقي حنوتيه اليومين دول؟ ليه يعني بيعمل ايه الحنوتي ده؟ هو يا دوبك يحفر ويردم وخلاص. يا دولة يمكن الألف وخمسمية ده اللي هما تدولة اشتراك للعيلة مش لواحد بس يا دولة. ده لنفر واحد، نفر واحد ده وافق بالعافية، جرست عليه بالتليفون لحد ما رضي بالألف وخمسمية جنيه دول. ايه ده حنوتي عامل دعاية؟ حنوتي الأمل. أمل ايه بقى يعني؟ وبعدين في حد يعمل دعاية وبالعربي وبالإنجليزي كمان؟ يا ابن الحنوتية دلوقتي بقى عملة نادرة، ده بالحجز بالحج زي الفرح بالظبط. حجز ايه يعني؟ انا مثلا يجيلي شويه انفلونزا احجز عند حنوتي اذ ربما؟ يا دولة وبعدين العربون بقى لما تخف يقوم واخده بقى يقولك دي الحلاوه، احمد ربنا انك عايش. خلصني بقى يلا، طلع الفلوس وحطها في الصندوق عشان نخلص. حاضر يا سيدي حاضر يا سيدي. حط الصندوق هنا يا ابني. اتفضل يا سيدي اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه دي منش فريق من الصبح وفي الاخر تدفع 5 جنيه يا ساتر. طب بلاش هات هات هات. احسن من عينيك. اسكت، ده انت ربنا هيفقرك كمان وكمان، ومش زبون هيدخل لك ان شاء الله. شيل يعني الصندوق لفيه يلا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تبرعوا لدفن المؤمن يا اخوان.
تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان، تبرعوا لدفن اخيكم المؤمن يا اخوان. صدق يا رمزي، فكره. فكره ايه دول؟ اروح الحق واخده الخمسة جنيه؟ لا 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 لا، فكره شغلة الحانوتي. والله ممكن، ممكن جدا. وبعدين بالنسبة للصنعة نفسها، معانا الكارت بتاع الحانوتي اهو، نكلمه ونفهم منه الصنعة كما ينبغي. الله يا دولة، طب بص بقى، ابوس ايدك يا دولة علشان خاطري، ها علشان خاطري عايز اشتغل معاك مساعد حانوتي يا دولة. انا عايز ابقى جنبك على طول. بص انا زهقت من البازار دون وما بقاش ياكل عيش. البازار نفسه هو اللي زهق منك يا ابني. انت طبعا هتبقى معايا مساعد، مش دي القضية. المشكلة كلها بقى في البيت عندي، اقنعهم ازاي؟ رانيا مسافرة، مفيش قضية. لكن بقى ماما واختي ودول هقول لهم ايه؟ هقول لهم ايه؟ من ايدي ترم عظمك وترجعك 10 سنين ورا. يا ماما انا واكل طبق كامل لغايه دلوقتي لوحدي، ده انا خلاص بقيت قرب الشوربه. خلاص ادي الشوربه لحماتك، هي اولى ترجع مرشدين لورا 10 سنين هم ينفعوها. يو يو يو، انت مالك ومال حماته؟ مش معقول غيظاكي في ايه؟ حماته زي القمر اهو. طبعا زي القمر. يا جماعه انا عايز اقول لكم على حاجه مهمه جدا، يعني مش قادر اصبر لغايه ما اقول لكم. انا صراحه جالي شغلانه جديده، قولوا لي ايه هي؟ هتشتغل في اوتيل كبير قوي 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 قوي، 5 نجوم، وفي الاستقبال، صح؟ آه هو صراحه يعني يا ماما مش الاستقبال، هو الوداع يعني. وداع وداع، شفت بقى؟ يبقى انت هتشتغل في شركه طيران كمضيف تودع الناس. لا طيران يعني جو وبتاع. لا انا شغلتي عكس الجو، انا في الارض، تحت الارض يعني صراحه. يبقى هتشتغل في مترو الانفاق. طب قول لي بقى، هتقف في انهي محطه عشان اجي اقطع منك تذاكر؟ وصراحه يا سناء هتبقى المحطه الاخيره، وما اتمناش ان انت تجيلي يعني. يبقى انت اكيد هتشتغل في وزاره الاثار وتحفر بقى وتطلع الاثار، صح؟ هو انا يعني شغلانه فيها حفره، بس ما بطلعش، انا بحطه واردم يعني. يا ابني ما تقول، هي فزوره. هي شغلانه اكسب فيها في اليوم 1500 جنيه، مش في اليوم تحديدا يعني، في الحته ممكن يبقى في اليوم حتتين ثلاثه كده يعني. عم الامور، عم اللطيف، خلص وقول الشغلانه ايه، قطعت نفسنا. برافو عليك يا سناء، الشغلانه فعلا ليها علاقه بعمليه قطع النفس دي. الله، ما تقول يا ابني قلقتنا. صراحه يا جماعه انا هشتغل حنوتي. يا ماما يا ماما، انت اتجننت يا عادل؟ انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه حماتي، عارف قلت ايه؟ حنوتي. ايه يا خبر اسود، لا تكون الشوربه اثرت على دماغه. لا يا ماما ما اثرتش على دماغي ولا حاجه، انا هشتغل حنوتي. ايه ده يعني ايه حنوتي دي؟ فجأة هتشتغل حنوتي؟ فجأة لقيت جواك موهبة كامنة اسمها حنوتي فقررت تشتغل حنوتي؟ يا جماعة افهموني كويس، الشغلانة دي مكسبها كويس جدا يا جماعة، ده لعلمكم بقى الحنوتي ده بيكسب أكتر من الدكتور نفسه. جميل جميل يا عادل، أنت مش فاهم أنت بتقولي، أنت كده هتدفن أحلاماتنا بالحياة. يا جماعة دي شغلتي، الدفن ده حاجة سهلة جدا وبسيطة قوي يا حماتي، انتوا قلقانين من ايه؟ يا ابني ده فال وحش، فال نحس يجيب النحس للبيت. يا جماعة أنا خلاص خدت قراري الحمد لله، وضع طبيعي والتطور الطبيعي للبني آدمين إن هم يموتوا، أما يموتوا هنعمل لهم إيه؟ ما لازم ندفنهم، مين اللي هيدفنهم؟ أنا بقى إن شاء الله. يعني أنا دلوقتي أقول لأصحابي إيه؟ أقول لهم إيه طيب؟ أنت على فكرة لو اشتغلت حنوسي أنا ممكن أروح فيها. بس كده ضمننا أول زبون. صباح خير. ايه مالكم بتبصوا لي كده ليه؟ في ايه؟ بقول لك ايه يا عادل، لو انت مصر انك تشتغل الشغلانه الغريبه بتاعتك دي، يبقى في نظام في البيت جديد هيتطبق عليك. وايه النظام بقى يا هانم؟ هتنيموني في بير السلم ولا ايه؟ مثلا يعني مثلا لو عاوز تفطر هتفطر لوحدك هناك على الترابيزه دي. ايه ده ايه ده؟ افطر لوحدي يعني ايه؟ ايه الكلام الفارغ ده؟ وانا عندي جرب ولا يعني بهرش يعني؟ اللي ما تعرفوش ان ده كلامنا كلنا، مش كلام سناء لوحدها. كلكم ماشي يا ماما. عموما بقى لما الفلوس تجري في ايدي جري كده وهتتحايلوا عليا عشان تقعدوا معايا على الترابيزه المنفرده دي، وانا اللي هرفض. نو شيري جامي يا حبيبي، انا لا يمكن لا يمكن اقعد اكل مع واحد حنوتي زيك يعني. حنوتي؟ ماله الحنوتي؟ في ايه يا حماتي؟ والحنوتي ده مش بني ادم زينا عادي يعني. بص بقى علشان ما نتخانقش انا وانت ونقول ايه وقال، انا هتفرج على التلفزيون. افتحي التلفزيون يا بنتي. ايه الحياه حلوه دي؟ ايه الفال الوحش على الصبح؟ اقفلي اقفلي. ايه هنقعد نسمع الحياه حلوه؟ لا يا اخوانا ده ضد شغلتي. ها رمزي، ها عملت ايه؟ اتفقت مع الراجل؟ ماشي كويس. طيب انا هاجي لكم على الكافيه. ايوه يا ابني هجهز واجي لك على طول. يلا سلام سلام سلام. ها رايح الكافيه على الصبح ليه؟ في واحد مات وجابوا لك خبره؟ لا حضرتك، في حنوتي هيجي يعلمني اصول الشغلانه. يلا سلام. لا سلام ايه بقى؟ وحدوه. لا اله الا الله. منور والله. اهلا يا استاذ عادل، احب اعرفك
ده المساعد بتاعي علي العايش. وانا رمزي ابن عم دولة حبيبي حنوت المستقبل ان شاء الله. بس بقى بس بقى حضرتك تشرب ايه يا معلم انت والاستاذ عايش اللي مش عايش؟ هات لنا 2 عصير موز. 2 عصير موز تحبوا حضرتك ساده ولا بالحليب؟ لا عصير موز عادي، موز يعني موز. اه صح طبعا، ومعروف جدا ان الموز علينا حق. الله يلطف. يا مس يا استاذ لو سمحت عايز موز موز وانا كمان موز تشرب ايه؟ كوكتيل يا دول. 3 موز بس لو سمحت. ما قلتليش بقى كنت عايزني في ايه؟ وبسرعه وحياتك عشان انا مشغول ورايا حته طازه، ده غير حته تانيه فاضل لها ساعتين وتفصل شحن. يا ما شاء الله حضرتك كمان متخصص دفن موبايلات ما شاء الله. حضرتك انا نفسي تعلمني المهنه بتاعت الحانوتي ده، يعني نفسي ابقى تلميذ ليك يا معلم. انت شغال ايه بالظبط؟ حضرتك انا فاتح بازار، بس البازار للاسف مش شغال خالص اليومين دول، لدرجه ان انا بفكر ادفن التماثيل واتدرب فيهم. فعلا التماثيل عندنا ريحتها فاحت في المنطقه كلها. بس يعني حضرتك يعني انا في البيت اول ما عرفوا ان انا هشتغل حانوتي فرحوا جدا وقعدوا يسلموا عليا ويبوسوا فيا، يعني ولغايه دلوقتي بيبوسوا فيا ويعني فرحانين جدا يعني. وان شاء الله ان شاء الله يا معلم انا يعني هرد لك جميلك ده. هتعمل لي ايه يعني؟ يعني باذن الله لما تتكل انت بقى على الله هتفينك دفنه، يعني تخلي مصر كلها تتكلم على الدفنه بتاعتك. طب بتفول عليا ولا ايه؟ لا ما بفولش يعني، بس زي ما احنا قلنا يعني عادي الموت علينا حق. طب بص بقى عشان انا مش فضيلك، انا هعرفك ازاي تبقى حانوتي وانت وشطارتك بقى. لا ده احنا تجار شطار قوي قوي قوي، قول بس انت عليك واحنا هنفهم على طول برابانت. اول هام لازم تعمل دعايه كتير كتير قوي، واول شغلانه ليك تبقى واحد من قرايبك عشان ده اللي هيعملك الدعايه الصح. واحد من قرايبي؟ ماشي. وتاني هام؟ تاني هام لما الشغل يمشي معاك شويه تجيب لابتوب زي ده وتسجل عليه اسماء الحتت وبياناتها. حلو والله، واكتب بقى للذكرى الخالدة مثلا ولا حاجة؟ لا ده لزوم الشغل الصح عشان الزبائن تدور عليك. طب وبالنسبة لي انا بقى معلم اجيب واحد زيه كده؟ هتجيب واحد زي ده تعمل بيه ايه؟ انت عارف اسمه ايه اساسا؟ لابتوب. لابتوب؟ لا طبعا ما اسموش كده، اسمه لابتوب. وبعدين ده انت مش محتاجه، انت بكتيرك هيبقى معاك مقطف وكوريك. ماشي. انا حانوتي ابا عن جد، والكتاب ده فيه اسرار المهنة وكيف تتعامل مع الحتت. بس الكتاب ده مش ببلاش، ده ب 100 جنيه تمن الكتاب والعطله. لا قوي 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 عينيا يا معلم، يا سلام. يعني الكتاب ده هيعلمني كل الحاجات بقى اللي هي في الدفن وتعمل ايه مع الميت لما يموت وكده. بالظبط كده. ما نشتري 2 يا دولة. تعمل بيه ايه؟ تعمل بيه عشان لو جه حتتين. ما هنقرا من نفس الكتاب. يا غبي يا غبي، وريني شطارتك بقى. وش حلو عليك، انا شامم ريحه شغل. روح بقى وتعامل مع الزبون، دي فرصة. معقولة أوام كده؟ أوام يعني ولا؟ خلص وريني شطارتك. ماشي يا معلم ماشي، يعني واضح إن أنت خبير، يعني حتى الفيل اللي أنت دفنه ومعلق صورته ده يعني ما شاء الله عليك والله يا معلم. حاضر حاضر. رايح فين؟ رايح فين؟ هنروح ندفنها بقى. ندفن إيه؟ ندفن إيه؟ ندفن اللي ورا دي؟ لا يالا هي دي ماتت لحد ما تلاها. اقعد اقعد اقعد. ماشي ماشي ربنا يسهل لك يا دولة. إيه كلنا لها، شدي حيلك امال ما تعمليش في نفسك كده. انا مش قادر اصدق انه خلاص انتهى. راح راح. ايوه ما هو ما دام مات يبقى راح، وضع طبيعي يعني، بس بقى في حياتك يعني. شدي حيلك شدي حيلك. اصلك ما تعرفش غلاوته كانت عندي شكلها ايه. ايوه اكيد هو غالي عندنا كلنا يعني، بس ما تقلقيش يعني، مع حضرتك عادل سعيد حانوتي السعاده الابديه يعني، فان شاء الله اظبطك واظبط المتوفي باذن الله. بص لو حد فين وعايزك تكون حنين عليه ورقيق، انت ما تعرفش كان غالي عندي قد ايه. والله غالي علينا كلنا حضرتك يعني، ان شاء الله هتفينه من غير ما هو يحس باي حاجه. حضرتك بس اديني العنوان وانا هتصرف يعني. بص بص جماله، الجمال ده كله راح. هدر هدر هدر. لا 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 اوعى تقولها، ما تنطقهاش. انا بقوله يا ميشو. اهو ميشو بقى مش ميشو، اهو كلب يعني. وده مات ازاي يعني حضرتك؟ مات امتى؟ مات من ساعتين في حادث فظيع. حادث فظيع ده اكيد مثلا في عظمه اتحشرت في زوره، ولا كان بيعدي الشارع وهرب من السلسله، ولا ايه؟ حادث بشيع 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 بشيع. ايه اهو كلبه راح وخلصنا منه. عاجبك البوز الاخص انت؟ نحسني دايما نحسني. شفت؟ معلش هي البدايه كده. انا عن نفسي بدات بالقطط، انت بقى دلوقتي تروح تشوف واحد من قرايبك وهو اللي هيعمل لك دعايه وتسويق. ماشي.
انا هروح اشوف اي حد من قرايبي ولو ما لقيتش السلام عليكم. ادايب لوجه الله. يا جماعة انا عايزكم في موضوع مهم جدا. وحدوه، انتوا مش هنا ولا ايه؟ ايه ده يا عادل؟ ايه الفضيحة دي؟ فضيحة ايه يا ماما؟ الواد رمزي عشان لابس اللبس ده لبس مساعد حانوتي، انا اخترته من وسط كل المساعدين اللي عندي لان الواد ده شاطر قوي يعني. الحمد لله، وان شاء الله بامر الله هبقى حانوتي قد الدنيا. يا سلام، وانت بقى فخور بالعمل الجديد ده مش كده؟ طبعا يا نقنق، ده انا هموت من الفرحة. المهم تموت يا رمزي، سيبك بقى من الفرحة دي، انا اللي هفرح لما ادفنك بايدي. يا لا يعني انت عاوز ايه دلوقتي يا حنوتي؟ انت عايزنا ان احنا نعمل لك حفرات على الارض؟ لا لا لا، من غير حفرات ولا حاجة، رمزي هو اللي هيتولى موضوع الحفر ده، مش كده هذا ولا ايه يا رمزي؟ طبعا يا معلمي. امال ايه؟ انا عايزكم بقى في حاجة تانية خالص، انا عايزكم يا جماعة تساعدوني ان الاقي اول زبونة ادفنه بقى ان شاء الله. يعني ايه مش فاهمة يعني؟ عايز تاخد واحد مننا يعني تبدا بحياتك؟ لا لا، انتوا لسه بس ان شاء الله على ايدي برضو، ما تقلقوش يعني. لكن انا بفكر في حاجه تانية خالص، انا بفكر ان انتوا تشوفوا حد من عيلتنا يكون خلاص قرب يخلص شحن، تقولوا لي عليه اروح ازوره، ادي يوم الكارت بتاعي، اول ما يموت يقولوا لي بقى عشان اروح ادفنه بقى. ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ ما ينفعش طبعا، انت عايز فضيحتنا تبقى بجلاجل يا دي الخيبه؟ يا ابني فكر في مراتك، تقول انا متجوزه حنوتي؟ فكر في اختك لحمك ودمك، لما حد يجي يطلبني عريس اقول له ايه؟ روح اطلب ايدي من اخويا الحنوتي؟ فكر في بنتك ياسمين، تقول ايه لزميله في المدرسه؟ بابا حنوتي. مش احسن ما تقول لهم بابا مفلس؟ يا جماعه ارجوكوا لو سمحتوا، انتوا كعيلتي ساعدوني يا جماعه، ادوني اسماء بقيه العيله اللي قربوا يقطعوا شحن بعد اذنكم. يلا يا معلمي يلا، احنا باين علينا كده اهو، مفيش اكل عيش لينا هنا اهو. يلا ماشي، يلا بينا يا رمزي، يلا بينا. عموما انتوا الخسرانين، بعد كده هتتحايلوا عليا عشان تشتغلوا معايا وانا اللي هرفض. يلا وحدوه. دايما لوجه الله. يا جماعه اتفضلوا، مفيش حد غريب. هناء وامل اخواتي احفاد المرحوم جدي. وحضرتك كويس ان انت استعنت بيا يعني، وانت عرفت عنواني ازاي؟ انا لقيت ورقه في الارض مكتوب عليها حانوت السعاده الابديه، فاتصلت بيك فجيت. حضرتك يعني متأكد ان هو مات يعني؟ ان شاء الله يكون مات، لانه كذا مرة قبل كده تجيله غيبوبة نص ساعة ونفتكر انه مات يصحى تاني، المرة دي بقاله ساعة ونص، فان شاء الله يكون مات، صح ولا ايه؟ لا ان شاء الله يكون مات بإذن الله يعني، والف يعني بإذن الله. الباقية في حقكم يا جماعة، شد حيلكم مال. ايه يا عم انت هتخطب؟ خش في شغلك وخلصني. واضح ان مش حضرتك بس اللي مستعجلة على الميراث يعني يا استاذ شاكر. الله يرحمه كان بخيل ومطلع عينين الكل. ده احنا مشفتاش معايا يوم واحد حلو. خلاص يا اخوانا بقى، الباقيه في حياتكم يا جماعه يعني، شد حيلكم مال، ما تخلونيش اخش اولع في المتوفي. وحدوه، انا جاهز يا معلمي. جاهز جاهز بعدة الدفن على طول، مش في حاجات بتعمل؟ اتفضل اتفضل. هي الاوضه دي؟ ايوه اتفضل. وحدوه. دستور. لا اله الا الله. ولا رمزي ما تثبت، يلا ايه الرعشه اللي انت فيها دي؟ انا يا دولا انا، انت اللي مش خايف، انت اللي مش خايف. لا دولا مش خايف، انا مرعوب. يلا طب هنعمل ايه دلوقتي يا دولا؟ بص بقى يا رمزي، انت هتروح تكشف المتوفي، وبعدين انت هتغسله بقى، وبعدين انت هتقوم بقى تكفنه بالكفن ولا الحاجات دي، وبعدين انت بقى تدفنه بقى وخلاص. ايه يا دولا اللي انت وانت مش هتعمل حاجه يا دولا؟ يلا هو كل حاجه انا اللي عاملها، مش انت المساعد بتاعي؟ يلا انت اللي جاي تساعدني، امال هتساعدني ازاي؟ يلا ايوه يا دولا، ما انا المساعد بتاعي بس انا جاي اتعلم منك. طب بص، عشان تتعلم هات دول وخش عليه اكشفه بس بالراحه، لان المتوفي بيحس ان هو ميت باين ولا ايه. يلا يلا يلا. ايه عمل لك ايه؟ حالة دول قدر ظروف يا دول، قدر ظروف. وانا مين اللي قدر ظروفنا؟ يلا يخرب بيتك، مين اللي قدر ظروفنا؟ طيب هنعمل ايه دلوقتي يا معلمي؟ معلمك ايه؟ وانت شايفني واقف في سلخانه. بس انا جات لي فكره، يلا جات لي فكره. ايوه احنا ناخد بعضنا كده ونعصرها ونروح. لا نروح، يلا عايز تشمتهم فيا؟ يلا يلا بقى. هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ بس بهدوء، بس بهدوء. احنا ايه؟ انا وانت
هنهجم على المتوفي هجمة رجل واحد. اللي هو مين؟ اللي هو انت. بعد كده نخلص على طول. بعد كده هي دي بس عشان اول مره. بعد كده اما نتعود بقى نخش على الميت تك 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 نخلص على طول. لا لا خش انت تك تك الاول وانا بتعلم وراك. انت وانا وراك يا دول. انا وراك. انا مش فاهم انت خيخه ليه يالا كده. ما تخش يا ادعى الحته وخلص يا مالك يالا يا رمز في ايه؟ ولا غاز شايف اللي انا شايفه يا ولا ده الحكايه باين عليها بقت مرابه خالص. انت مين وايه اللي جابك هنا؟ حضرتك انا حنوتي وده المساعد بتاعي حضرتك. علينا الكلام ده يا حرام يا نوري منك ليه؟ أنا هطلب له البوليس. صح أنا حرامي وعايز البوليس. عايز البوليس. حضرتك أنا حنوتي هو حرامي وعايز البوليس هو حر. بس حضرتك أنا حنوتي وكنت جاي أنا عشان أتصرف مع حضرتك يعني. أنتوا حرامية. لا حضرتك والله مش حرامية. ولو حضرتك مش مصدقنا ممكن تسأل شاكر حفيد حضرتك يعني. يا ولد ولد يا شاكر. أيوة جد تحت أمرك. أنت صحيح جبت الحنوتي ده والمساعد الحيوان اللي معاه ده فاكرني مت خلاص؟ انا ما اعرفهمش اساسا يا جدو. وبعدين يعني ايه مات؟ واحد نام له ساعه يبقى مات. ساعه ونص وانت بأمرت كمان ما كنت مستني الورث. ورث ايه يا حرامي منك ليه؟ جدو حبيبي مش مخلينا عايزين اي حاجه. طب حضرتك انا عندي أمارة تانية بأمارة اخواته اللي اسمهم امل وهناء اللي قاعدين بره لابسين اسود ومستنيين موت حضرتك يعني. جدو حبيبي نومي العوافي. جدو خد العصير الحلو ده من ايدي. هاتي خساره فيكو. اظن بقى كده يا جدو عرفت انهم حراميه وكدابين. حراميه وكدابين ايه حضرتك؟ احنا مش حراميه ولا كدابين والله. ده هو اللي قايل لنا ده احنا حنوتيه عاديين يعني. اخرس يا حرامي منك ليه؟ انا عايز البوليس. بس يا حرامي منك لو. ودلوقتي كل واحد هياخد جزاءه منكو بحق الله. عادل 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 يا عادل عادل عادل. في ايه؟ في ايه؟ ايه في ايه؟ الساعة بقت 8:30 وبقالي شوية بقى صحيك. 8:30؟ طب معقولة يعني يا رنا صحيني قبل ميعادي بخمس دقايق؟ انت ايه ما بتفهميش خالص؟ مش عادل انا ما بفهمش ايه الطريقه اللزجه المتزحلقه دي اللي انت بتكلمني بيها. ما يا هانم لما تصحيني قبل ما اصحى يعني بخمس دقايق تبقى ما بتفهميش وتستاهل الضرب وبالخرطوم كمان. بالخرطوم؟ عايز تضربني بالخرطوم يا عادل؟ حرام عليك. طب افرض بقى الخرطوم كان فيه ميه اغرق انا يعني ولا اغرق؟ اقفل المحبس واضربك بال. يا رانيا يا رانيا ايه الملح اللي انت حطاه في الفول ده؟ ملح زياده. بقالنا 10 سنين متجوزين ولغايه دلوقتي مش عارفه تظبطي الملح في الاكل. الا النسب الا النسب. كلمني عن اي حاجه الا النسب. شوف انا المراه النسبيه. انا حاطه الملح على الاكل بشكل مطابق للمعايير الجوده العالميه الايزو. انا ماليش دعوه بالعلمانيه اللي انت بتقولي عليها. انا عايز المعايير دي طبقا لبطني يا هانم. يا حبيبي افهم افهم. انا عامله خلطه جزيئيه بحيث ان انا بحط الملح على الميه بنسبه 1:23 وربع بوصه في الميه علشان الاكل يبقى عباره عن جزيئات. جزء جزيئ يعني منه ميه وجزيئ اخر ملح وجزيئ فول. بعد كده بقى الاكل لما هينزل معدتك هيحصل له حاله انشطار فتشبع. انشطار؟ انت بتقولي لي اي كلام اي كلام بتقوليه وخلاص. انشطار جوه معدتي ليه؟ معدتي مفعل نووي بقول لك مش واجب. احسن ويكون في معلومك يكون في معلومك ان اسلوبك في الحوار معايا اصبح متدني واصبح لا يطاق يا عادل. هو ده اسلوب يا رانيا. هو ده اسلوب. اذا كان عاجبك بقى انت هتفهمين النهارده اسلوبي عامل ازاي في الحوار. هو اسلوبي كده ومش هعرف اغير اسلوبي. هو كده من يوم ما اتولدت انا كده. الله. مالك يا عادل في ايه؟ نعم نعم. الله في ايه؟ مفيش. بابا بابا بص يا بابا الرسمه دي. ايه الرسمه دي؟ ايه دي؟ ايه دي؟ ايه الرسمه ايه دي؟ ايه يا بابا رسمه الربيع. ربيع ايه؟ ده خريف. ودي رياح خمسين. رياح خمسين ايه؟ ما دام ما بتعرفيش بترسمي ترسمي ليه بس يا ياسمين؟ يعني يا بابا الرسمه مش عاجباك؟ مش عاجباني. رسمه وحشه. ما دام ما بتعرفيش ترسمي ارسمي اي حاجه سهله. ارسمي حمار ارسمي معزه لكن الرسمه اي كلام اي كلام. الله ايه عادل انت بتكلم البنت كده ليه؟ معلش يا ماما ما احبش حد يتدخل في تربيه البنتي.
بس مش معقول كده كمان. انت طفله يا عادل وملفظاتك وحشه معاه. خلي ملفظاتك سعد معاه. ملفظاتي يا حماتي لو سمحتي ما تتدخليش بيني وبين بنتي يا حماتي بعد اذن حضرتك. كفايه ان انت مش عارفه تربي بنتك اساسا. ايه اللي انت لابساه ده نجلاء؟ انت رايحه السيرك ولا ايه؟ في ايه يا ابي؟ في ايه؟ ايه اللبس المهبب ده؟ خش غيري خش غيري. خش غيري خش غيري. انا مش عايز كلام. عادل المعلم عرجون جاي لنا من اسوان مخصوص عشان يشتري مننا احنا. تقوم ترد عليه كده برضو؟ بصراحه انا معلم مسخوط. انا متضايق ومتنرفز جدا من اسم عرجون ده. بيفكرني بماتش الاهلي والنجم الساحلي اللي الاهلي خسر فيه الكاس. يا عم واحنا مالنا ومال الزمالك واللي بيحصل فيه؟ خلينا في ماتشنا احنا، قصدي في شغلنا. لا مؤاخذه يا معلم عرجون، معلش قول لنا طلباتك ايه تاني. انا عايز 500 ورقه بردي مكتوب عليهم باللغه الهيروغليفيه. اللغه الهيروغليفيه؟ ما هو لازم يبقى مكتوب عليه باللغه الهيروغليفيه. امال حضرتك يعني ورق بردي هيتكتب عليه بايه؟ هيتكتب عليه باللغه العربيه؟ ما سايب من جد مو ايه دي نكد عليك يا اخي. انت مش طايق لي كلمه ليه يا استاذ عادل؟ لا مش طايقك ايه بس. اهدى كده يا معلم عرجون. جراي يا عم عادل جراي، ما تهدى بقى، ده زبون تقيل هتطيره مننا. تقيل على نفسه وتقيل جاي يتقل نفسه هنا اهو. لا لو مش عاجبه الوزن ده نوزن بره. جراي عادل انت كده هتبوظ لنا البيعه بخناقك وزعيقك ولسانك اللي بينقط زفت ده. انا لساني بينقط زفت؟ انت جاي اساسا تفهمني انا البيعه؟ جراي يا استاذ انت نسيت نفسك يا مسخوط ولا ايه؟ ده انا اللي كل مرة بخلص كل حاجة وانت تبقى قاعد زي البروتة وفي الاخر تاخد نسبتك. جاي عادل لا اقف عدل واتكلم عوج. بقولك ايه، انت اللي نسيت نفسك، ده احنا اللي معلمينك الصنعة. مين اللي معلمني الصنعة؟ انت اللي معلمني الصنعة. ده انت جاي اساسا مصر ان هو انت مش فاهم اي حاجة. ما انتش عارف الفرق بين تمثال رمسيس وبين الهرم. يا جماعة يا جماعة عيب كده، انتوا تجار كبار وشركة مع بعض، وبعدين انت مهجوج يا معلم مسخوت. ازاي يعني ما تعرفش الفرق بين تمثال رمسيس والهرم؟ يا سلام انت جاي عليا انا. طب اساله هو على النعمه ما يعرف. مين اللي ما يعرف تمثال رمسيس في ميدان رمسيس، تمثال الهرم في ميدان الرمايه؟ ما هو يعرف اهو يا معلم مسكوت. امال بتتبلع على الاستاذ عادل ليه؟ جاي عجول انت جاي لي من اسوان مخصوص عشان تنصروا عليا؟ وانت يعني اللي جاي لي من تنت عشان تزعق فيا هنا؟ انتوا الاثنين جايين لي من الاقاليم وعمالين بتعالوا سكوا عندي في المساء. اطلعوا بره. يلا اطلعوا بره. اطلعوا الله اطلعوا بره. السلام عليكم. بس يا جماعة ايه يا جماعة صوتكم جايب اخر الشارع دولة. ايه دولة وانا سيبك نص ساعة ارجع عليك مشاكل طوب العرض. عكروا دم يا لازفت يا رمزي. ايه ده بس يا دولة كده هون يا عم، في ايه يا معلمين؟ مفيش. ايه ده معلم عربون. عربون ليه؟ شايفه جاي من اسوان على فطورة؟ لا والله انا جاي في الليل على مركب بلاليس. كده هون يا دولة كده هون تكسف ذاتيتي قدام المعلم عربون وقدام المعلم مسلوخ. ذاتيتك وانت ليك ذات اساسا؟ انت نكر يا هلا نكر مالكش قيمه هلا. انا دولة. اهدى 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 سيبني عليه. اهدى اهدى بس يا استاذ رمزي. اهدى يا استاذ عادل، ده ابن عمك برضه. ولا ابن عمه؟ انت مالك انت ابن عمه ولا مش ابن عمي؟ اها بيقول لك ابن عمه. ايه يا شيخ؟ قول له يا شيخ قول له. انتوا جاي انت جاي بزعق يعني. اطلع بره اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره. وانت كمان بره. انا دولة. اه يلا انت بره. انا نكر نكر واطلع بره. اه دولة اهو اهو. على اتنين شباب. ايه ده؟ مين؟ هيثم ابن ابلة امال؟ اه انت تعرف ماما؟ اه طبعا. انت مش فاكرني انا اللي كنت بضربك على اغاك في الحضانه؟ اه عادل ازيك؟ ازيك؟ عامل ايه؟ عامل ايه؟ ازيك يا هيثم؟ عامل ايه؟ اتفضل اتفضل. لا اتفضل. لا اتفضل انت دي قهوتي اساسا. اهلا وسهلا. بس انت شكلك بقى كتير قوي عادل من ايام الحضانه. اه ما من ايام الحضانه بقى لها بتاع 10 سنين اكيد. اتغير يعني. وانت برضو شكلك اتغير خالص. انا فاكرك لما كنت بتبقى شايل الزمزميه اللي هي عماله بتنقط ميه وما بترضاش تشربنا، وكان بيبقى معاكي كمان اللي هي المصاصات ام صفاره دي ما كناش بنلاقيها. يا رجعتني لاحلى ايام حياتي والله. تشرب يا بدوي بدوي. ايوه جاي. يا نعمين يا استاذ دولة. تشرب ايه؟ ممكن لو سمحت من فضلك بعد اذنك يا استاذ تجيب لنا اتنين شاي من ايديك الحلوه دي. انا استاذ؟ عناية يا استاذ. وعندك اتنين شاي وصايه. بس انت اتغيرت قوي يا هيثم عن زمان. زمان كنت بتقعد تزعق للعيال وتخطف منهم السندوتشات على اساس ان مامتك هي النظره بقى، فكنت بتقعد تضايق الناس كلها بما فيهم انا يعني. يا عادل مفيش احسن من اللسان الحلو ده. احلى اتنين شاي على ميه بيضه للبهوات. ميرسي متشكر جدا. على فكره انت مش المفروض تشتغل في قهوه، لا انت المفروض تشتغل في فندق خمس نجوم. انا سعاده البيه اشتغل في فندق خمس نجوم؟ ربنا يكرم اصلك يا سعاده البيه. شفت يا عادل ده بيعمل العجب. ايوه بيعمل ايه يعني؟ ما هو نزل لنا شاي عادي يعني. ايه اللي حصل؟ انا لما قلت القهوجي كلمتين حلوين مجامله شفت عمل ايه؟
واحلى ورده للاستاذ. يا صباح الفل يا سعاده البيت. صباح الجمال. ميرسي. شفت يا عادل؟ مش قلت لك ده بيع العجب؟ يعني هو اللسان؟ ايوه اللسان. اللسان ايه؟ اللسان اللسان. او انت خريج ألسن يعني قسم لحمه راس ولا ايه؟ اقصد ان باللسان الحلو هتاخد كل اللي انت عايزه وزياده كمان. انا مثلا عندي شقه وعندي فيلا وعندي فلوس البنك ومتجوز اتنين، وباللسان ده ما قعدوا مع بعض في شقه واحده وانا قاعد في الفيلا. يعني كل ده عشان اللسان؟ ايوه ايوه. بس انت يعني بتتكلم على اتنين ستات، انا عندي ست ستات، دول محتاجين ست لسنة على الاقل. يا عادل هو لسان واحد حلو هيحل لك كل مشاكلك، حياتك هتستقر وشغلك هيمشي. معقوله اللسان ده يخلي كل الناس في جيبي؟ دولا انت بتغيظ مين في المرايه دول؟ يعني هكون بغيظ مين يعني؟ اصل انا شايفك دولا يعني مطلع لسانك للمرايه دولا. لا يعني هطلع لساني لنفسي. يا هبل يا هبل، دي حاجه بيني وبين نفسي. انت مالك انت؟ عرفت يا دولا، انت اكيد بتقرا اللسان صح؟ زي الناس كده اول ما بتقرا الكف وبتفتح المناديل يا دولا. بيفتحوا المناديل ده على اساس بيبقى عندهم زكام؟ ايوه يا سيدي، انا بشوف الطالع وبقرا البخت. طب ما تشوف يا دولا لساني كده وتقراه لي يا دولا وتشوف لي الطالع اهو. يا ابني انت لسانك ما ينفعش يتقري، انت لسانك ينفع يتقطع بس. طب قول يا دولا فوق، فرحني. ها قدامك سكه هبل. وايه تاني يا دولا؟ ولا انت واكل كشري يالا؟ ايه ده؟ لا مش ممكن مش ممكن. وعرفتي دي كمان يا ابني؟ سهله يا ابني، ما في عدس على لسانك يا هبل. يلا اجري روح شوف شغلك وشوف التماثيل اللي انت هتكسرها. لا مش هكسر تماثيل يا عم، كل شويه بيتك. حتى ده كمان كسرته، ده التمثال الوحيد اللي انا فرحان بيه، حتى التماثيل بتكسرها يا غبي. يا ولا غور من وشي، يلا غور من وشي، مش عايز اشوف خلقتك. ايه دولا بقى انت كل شويه تزعق لي يا عم؟ اوف، ده ايه الشغلانه اللي انا مش طايقها دي؟ اكتر شغلانه وحشه انا اشتغلتها في حياتي. اكتر شغلانه وحشه؟ يا سحوش حوش الشغل اللي انت حد شغلك ولا عبرك غيري؟ امشي من قدامي دلوقتي. دولا بقى، لا مش انت اللي قلت لي اللي انت هتكسره؟ ولا يا رمزي، هو انت ممكن باللسان تقدر مثلا تقنع اي حد باي حاجه؟ طبعا يا دول، على فكره انا لما بحب يعني اقنع اي حد من اصحابي باي حاجه انا عايزها بقوم بقى واخدهم وعازمهم بقى على ايه، لحمه راس ولسان، باكلهم لسان يا دول بالخل والتوم والجيري. والتوم والجيري بيتكلم يعني ايه؟ بيتاكلهم كرتون يا هبل. يا دولا معروفه، يا دولا اطعم الفم تستحي الديل. تستحي الديل على اساس عازم معاك حمير والديل بتاعهم بقى يستحي ازاي يعني؟ على غور يالا غور يالا، انت هبل ولا بتعرف تتكلم ولا بتاع؟ امشي امشي. طيب ما تبقاش تسالني، ما تبقاش تسالني، بسال التماثيل يا اخويا. يلا يلا التماثيل لو انا سالتهم هيفهموا احسن منك يا غبي. طب ما سالتهمش ليه؟ يلا 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 يلا. طب ما جرب حكايه اللسان دي مع الواد رمزي. ولا رمزي ما تخافش ما تخافش، هتضرب تاني صح؟ لا 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 يا ابني، ده انت ابن عمي يالا. انا معقوله هضربك؟ ده انت حبيبي يالا، ده انت حبيبي، ده انا بحبك يا رمزي. عارف ده انت كفايه، بس انت شايل شغل البازار ده كله على كتفك يا ابني، والتماثيل اللي انت بتكسرها طبعا غصب عنك، ما تبقاش قصد زي اللي هو بتاع نفرتيتي ده الله يحرقك. لكن عادي والله يا رمزي، انا بفكر بجد هعينك مدير عام على التماثيل كلها اللي في البازار. دول انت بتكلمني انا ولا بتكلم مين؟ ايوه بكلمك انت يا ابني، ده نتيجه مجهودك مش نتيجه انك قريب ولا حاجه. انا دولا، انا بحبك يا دي يا رمزي، انت ما كنتش عارف كده ولا ايه؟ الله يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي، يا دولا حبيبي. مش هضطر استحمل الاحضان والدوس. ماشي يلا. انا هنضف كل البازار يا دولا، هوا هوا، من غير ما اكسر ولا تمثال يا دولا. يا مدام حكايه التمثال جابت نتيجه مع الواد رمزي، ما ممكن تجيب نتيجه مع ناس تانية. اجرب مصروط. الو يا معلم مصروط. ايوه انا عادل سعيد، اخبارك ايه؟ لا يا عم زعلان مني ايه؟ المهم انت اخبارك ايه واخبار المساخيط الصغيرين ايه؟ الله يخليك، لا من غير ما تزعل ولا حاجه. بص يا سيدي، انا ممكن اقابلك انت والمعلم عرجون كمان نص ساعه في القهوه. خلاص بقى خلاص. ماشي ماشي حليب يا قشطه. ماشي مع السلامه. مع السلامه. يوه بقى يا عم، انا مش ناقص بقى للمناهده دي، مفيش قلب يا دول المناهده. ايه 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 في ايه؟ الزبون ده يا عم عايز ياخد التمثال ده هون، قال ايه ب 20 جنيه بس. يا رمزي لازم تتكلم مع الزباين، لازم لسانك يبقى حلو، اهم حاجه ده. ها انا اوريك، تعلم مني تعلم مني. ماشي يا مدرسه.
It's for free. It's for me? Yes, it's for really? You. Really? Thank you. Thank You're you. Welcome. Thank You're you. Welcome. Thank you. Anytime. ايه ده دولة ده؟ اروح الحقه يا دولة، ده خدوا ببلاش يا دولة. يلا ما انا اللي قاصد يلا. بص تمثال زي كده مش مكلفنا حاجة بس هيكسبنا زبون، الزبون يجيب 100 زبون. اتعلم ياض، أهم حاجة اللسان الحلو. عادل عادل عادل. صباح الخير يا حبيبتي. الوردة دي عشاني؟ غريبة، على الرغم ان انا مصحياك قبل ميعادك بساعة. يعني حبيبتي انت مفروض ما تخلينيش انام خالص، انا بستخسر اي لحظة بعيشها بعيد عن عينيكي، يعني ليه انام وما شوفكيش طول الوقت؟ الله، ايه الرومانسية الفظيعة والكلام الجامد الموت ده اللي ما سمعتوش من ايام شهر العسل، قصدي يعني اسبوع العسل. بمناسبة شهر العسل بقى، انا نويت اجدد لك شهر العسل، هسفرك سفرية العمر، هوديك على تايلاند وبعدين هوديك على الصين. يا سلام. وبعد الصين هنطلع على الهند، وبعد الهند نطلع على السند. وبعد السند نروح بلاد تركب الافيال. لا لغوا الافيال، بتكلفوا الدبن كتير، عشان كده بقوا يركبوا التوك توك. يا هقوم احضر لك الفطار يا احلى زوج في الدنيا. جي 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 حبيبتي مش عايزه اتعبك يعني. يا سلام، الواد هيثم فعلا كان عنده حق. اللي الحمد لله الحمد لله، ايه الاكل الجميل ده؟ تسلم ايديك يا رانيا، بجد الملح مظبوط قوي النهارده في الفول، والبيض المسلوق تحس انه مسلوق بطريقه مسلوقه يعني، بجد حتى اي حاجه من ايديكي بجد يا رانيا بتبقى جميله يعني. الله، ميرسي يا عادل، ايه الرومانسيكيه اللي انت فيها دي يا حبيبي؟ حبيبتي حقك، ولازم اديكي حقك طبعا، انت بتعملي اكل جميل، لازم اشهد بكده وقدام كل الناس وقدام كل العالم وقدام مصر كلها، لازم اقول لمصر كلها ان رانيا مراتي حبيبتي بتطبخ احلى طبيخ وبتعمل. الله يا ياسمين على الرسمه بتاعتك، جميله جميله جميلة. هو انت يا بابا لسه شفت الرسمة بتاعتي؟ ياسمين يا حبيبتي انا مش محتاج اشوف الرسمة بتاعتك، انا عارف رسم بنتي كويس. لعلمك بقى انا بفكر ادخلك مسابقة كراريس الرسم الدولية. ميرسي يا بابا يا حبيبي يا حبيبي. دي نجلاء. راح على فين؟ الله يا نجلاء، اللبس اللي انت لابساه فظيع، ده مفيش ولا لون مش لابساه ما شاء الله، كل الالوان حتى الاسود، عشان لو اتعزي ولا حاجه يا، والغوايش اللي لا 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 لا. بصي بجد يا نجلاء، ده مش من مقامك، انا ليا واحد صاحبي فتح محل جديد بتاع ملابس حريمي، هكلمه عشان يجيب لك لبس جديد كله جديد، وانت اللي عندك ده ارميه، وزعيه، بيعيه، اتصرفي فيه. الله عليك يا امير، ربنا يخليك ليا، ميرسي قوي. باي باي باي، مع السلامه يا نجلاء، خلي بالك من نفسك. وفي ايه يا عادل؟ في ايه؟ انا مش فاهمه انا بقى، ايه الكرامات والبزخات اللي انت فيها دي يا عادل؟ والله انتوا عارفين ده كله سببه ايه؟ ايه؟ تقول كلام وبعدين ما تنفذوش. ما هو اصل يعني يا معلم. لا 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 لا، اصل ايه؟ انت قلت لنا الموضوع خالص وان البضاعه كلها جاهزه، عايز تحرجنا قدام المعلم عرجون. لا ما فيش احراج ولا حاجه، انت حبيبي انا معلم مسخوط. مش بالكلام وبس، انا عايز فعل، انت عملت لي البحر عسل وطحينه كده عموما لو مش عاجبك الطحينه على العسل ممكن اشيلها لك يا سيدي. انت خسرتني كتير، ولازم تدفع نتيجه اتفاقك معايا وتدفع الغرامه، انت فاهم ولا لا؟ طبعا فاهم. انت فين؟ ما تعمل حاجه، اتصرف بقى اتصرف. بابا. يا ياسمين يا حبيبتي تعالي، عايزه ايه؟ بابا انا سالت مقاس الرسمه بتاعتي وقالت لي ان مفيش مسابقه اسمها كراريس الرسمه الدوليه. لا دي كانت موجوده، ممكن تكون اتلغت، لكن كانت على ايامنا كراريس الرسم المسابقه موجوده يعني. وكمان المدرسه بتاعتي قالت لي مين البق اللي ضحك عليكي وقال لك كده. قالت لك مين البق؟ ايه البق اللي قالته ده؟ ما هو المشكله ده يظهر عتل ولا ايه مش عارف. ابي عادل، فين بقى اللبس اللي قلت هتجيبهولي؟ انا بعت كل هدومي خلاص ومش عارفه اخرج من البيت دلوقتي. ما انا كنت هجيب لك لبس، بس اللي هو صاحبي اللي هو عنده محل بتاع لبس ده، المحل ولع فحصل ماس كهربائي بعد ما المحل ولع، فهو هيصلح الماس في الولعه وهجيبهولك يعني ان شاء الله. يا بيه حرام عليك بقى، كفايه كلام. عادل خلاص جهزت كل الشرط عشان سفريه رحله العمر، تعالي بصي.
عايزيني. ايه ده انت جهزت الشنط بحقه حقيقي ولا ايه يا رن؟ اه طبعا، انت فاكرني بهرج الشنط جوه في الاوضه؟ فين التذاكر؟ التذاكر ما هو بص يا رن، انا غيرت وجهه السفر، يعني مش هتبقى زي ما قلت لك تايلاند والصين، لا هتبقى حاجه تانية. فين؟ هتبقى اللسان نور. يا باشا انا كنت بغير اللمبه، هو اللي اتخلع في ايدي. اتخلع في ايدك ليه؟ هو زرار قميص. خد على الحجز عسكري. امرك يا فندم. اسمع. تمام يا فندم. في حد لسه بره انا ما حبستوش؟ حد لسه ما حبستوش؟ حضرتك ده الشارع كله بايت عندنا بره. كويس كويس، علشان الشوارع تفضى، نفسي في يوم اروح بيتنا بدري. امشي بيه. تمام يا فندم. يلا يا مفتاح. لو سمحت عايز اقابل حكم دار المعتقل. استر. حضرتك حقوق انسان؟ لا يا ابني، ده حقوق عين شمس. حقوق عين شمس، اهلا وسهلا، منوره يا حاجه. إيه عندكم جدعين، واحد اسمه عادل سعيد وواحد اسمه رمزي، عايزين نشوفهم. ايوه دول ممسوكين مخدرات. لا يمكن لا يمكن، العصفورتين الكتكوتتين دول بيتعاطوا سم ابيض. يتعاطوا ايه يا هانم؟ دول الايد اليمين والايد الشمال لاكبر تاجر مخدرات في الجمهوريه، المعلم خيال. حضرتك يوسف باشي، من فضلك طلب انساني ملح من زوجه ثكلى، ممكن اقابل المتهم حتى تثبت ادانته؟ انت دبلوم حقوق ولا ايه؟ الهي ما يشفيك يا دكتور، عايز اشوف ابني. اسمعي يا حاجه، هيترحلوا بكره على النيابه، ابقوا اسبقوهم على هناك. نو I'm going to talk to my lawyer. ها اكبر محامي هجيبه هنا. وبعدين من فضلك يا حاجه، الضابط ده بياخد باله من ست ستات. لو سمحت من فضلك، انا كده مضطره ان انا اصعد الموقف. انا شاكك في شهادتك اصلا. طب الحرس واجب يا عسكري. امرك يا فندم. ابعت لي العيالين اللي جم امبارح بالليل. تمام يا فندم. ما تقلقوش، العدل هياخد مجراه. انا عارفه ان ابني مظلوم. اكيد اصحابه الشريرين هم اللي علموهم كده. انا هقف جنب عادل حتى النهايه، وعمري ما هطلب منه الطلاق ابدا. اصيله يا مرات ابني، اصيله. الا لو ثبت عليه الحكم طبعا. واطي طول عمرك. ماما حماتي رانيا. ايه ده مفيش حد في استقبالي؟ امال فين فتله وحته؟ طيب ماما انا مظلوم يا ماما، انا مظلوم والله يا رانيا، مظلوم يا حماتي. وانا كمان كلكم والله مظلوم. احنا بتوع الكوكتيل يا حضر الظابط، احنا بتوع الكوكتيل. كلهم بيقولوا كده في الاول. اسمعي يا حاجه، يا ريت تعقلي ابنك وتخليه يعترف على شركائه، المعلم خيال والاخ ميكروباص. لو اعترف عليهم ممكن الحكم يتخفف، يبقى 20-25. حضرتك ازاي؟ انا حضرتك والله انا ولا اعرف خيال ده ولا عمري ركبت ميكروباص. حضرتك احنا زمان في القهوه، احنا بتوع كوكتيل. كوكتيل يا باشا. هو الكوكتيل نزل جدول؟ مش عايز رغم. اسمع يا حاجه، لو هتقولوا لهم حاجه او هيدلوكوا على مكان الحاجه، يا ريت تخلصوا بسرعه علشان الزياره انتهت. الوداع يا عادل، تمسك يا حبيبي حتى النهاية. أنا ما وعدكيش إن أقدر أتمسك أكتر من كده. لا. طب بقولوا بقى الحتة وفتلة إنهم يجوا يزوروني علشان إن النهاردة أنا محبوس. عادل أشوفك بكرة في النيابة يا عادل. ماما أعمل لي سندوتشات بالبسطرمة يا ماما. وكتري السندوتشات والبسطرمة يا مرات عمي. لا أنتوا ما تاكلوش بسطرميات خالص، أنا هجيب لكم تيك أواي، أنا هجيب لكم سندوتشات هوت دوج. هوت دوج إزاي بس يا حماتي؟ إذا كان دوج هياكل دوج إزاي يعني؟ لوك كتير أنا مش عايز، ويا ريت تعترفوا وتخلصوني علشان أقفل المحضر ونبقى أصدقاء. يا باشا انا تحت امرك، بس حضرتك اللي اسمه خيال وميكروباص ده انا ما اعرفهمش على حضرتك. وبعدين احنا زباين عاديين في القهوه، واسال في القهوه، احنا بتوع الكوكتيل حضرتك. كوكتيل، انتم مسميين الصنف كوكتيل؟ ها يا باشا، هو من ذليل الازل اسمه كوكتيل. ذليل الازل يعني شغالين في الصنف من زمان. انا كنت تايه عنكم فين. يخرب بيتك يا ابني، اسكت بقى، هتودينا فين اكتر من الاسم؟ هتحبس فينا ايه زياده عن ما احنا محبوسين؟ يا باشا حضرتك بعد اذنك، يعني انا راجل محترم وشاعر وليا قصايد وليا اعمال كتيره جدا في كل حته في البيت عندي. واعرف منين انك شاعر؟ حضرتك انا الشاعر عادل سعيد، ممكن اقول لك قطعه من اشعاري تعرف ان انا شاعر. اتفضل. يا مصر. الله، جيت لي على الجرح. أنا آسف إني جيت على جرح حضرتك، معرفش إنك متعور خالص يعني. لا ولا يهمك، كله هون في سبيل مصر، كمل. يا مصر فيك الشعب بيبص على الهرم وهو ماشي بيزغرط، محمد بيزغرط. مساء
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ الصوت ده جاي منين؟ اهلا يا ابني، امرني تجدني. ايه ده، هي اسمها امرني تجدني؟ ده انا طول الوقت فاكرها غلط، يعني ابجني تجدني. اكيد انت الصح يعني. الجيل الجديد افسد اللغة يا ابني. انا حزين حزين حزين. لا يعني حضرتك ما تبقاش حزين ولا حاجة، ان شاء الله ما فيش لغة فسدت ولا اي حاجة حصلت، كله تمام ان شاء الله. لا انا ما زلت ولا زلت وسأظل حزين حزين حزين. انا مش عايزك تبقى حزين ولا حاجه، يعني احنا بنتكلم مع بعضينا ما فيش اي حاجه. عم ميمون يعني معلش يا ابني، مش عارف ليه قلبي انفتح لك. والله وانا كمان قلبي انفتح لك. بص بقى، عشان كده حضرتك انا محتاج منك ايه؟ محتاج قلتين على مقاشتين رز على طشتين على زيرين، يعني حضرتك كانك بتجهز الست والده والدك يعني. ايه ده، انت داخل على دنيا جديده، هتتجوز ولا ايه؟ هي صراحه مش جديده قوي. ايه، العروسة كانت متجوزة؟ لا حضرتك فهمتني غلط، انا اصلا الاجهزة اللي عندي الكهربية كلها ضربت ومعيش فلوس اجيب غيرها، ففكرت اجيب يعني شوية الاجهزة دي مؤقتا. كل شيء في الحياة مؤقت. لا مش كل شيء، يعني مثلا العربية بتاعتي هي عندي بقالها فترة طويلة جدا وما بفكرش غيرها خالص. ممكن الظروف تخليك تضطر تبيعها. صح. طب ياسمين بنتي وجودها عندي مش مؤقت، بنتي بقى. بنتك دلوقتي، لكن بعد شوية هتبقى بتاعت جوزها. صح. طيب انا نفسي اهو عندي على طول، يعني حضرتك يعني من زمان وعلى طول ان شاء الله. الانسان نفسه في الحياة وجوده مؤقت. طب اعمل ايه يعني؟ بلاش اشتري الحاجة دي واروح يعني ولا ايه؟ انا كده كده هديلك اللي انت عايزه، انا بس بنقل الشاي بتاعك. هو دولة دولة، هو الكتيب دون بيحكي عن ايه؟ ده رجل المستحيل ده. انت اللي رجل المستحيل، لان مستحيل حد يصدق ان حيوان زيك لسه ما انقرضش لغايه دلوقتي. طيب يا دولة يا عم، ده انت تبوس ايدك وش وظهر علشان انك عطرت فيا. انا يا ابني مش عطرت فيك، انا كعبلت فيه. يا دولة يا دولة، ما قلتليش الكتاب ده بيرغب ايه يا دولة؟ ما تمدش ايدك على الكتاب، ولا ما تمدش ايدك على الكتاب. الكتاب ده يا سيدي بيرغي في الرومانسيه. طب وده اسمه كلام يا دوله؟ طب ما تتعلم يا عم حاجه تانيه تنفعك احسن يا دوله، يعني تعلم كيف تركب الخيل، كيف تركب الحمير، كيف تركب الجواميس. انت عايزنا اتعلم اي حاجه تتركب، يعني عايز تشغل انت قرايبك وخلاص. ايوه يا دوله، بص افهمني، خد من ابو الرماميز يا عم. الرومانسيه دي يا دوله في الراس مش في الكراس، يعني ما يعني مثلا عندك عنتظر بن شمام. مين؟ عنتظر بن شمام. عنتظر بن شمام؟ لا ده معروف قوي. مال؟ ايوه دول، ده ولا كان بيعرف يقرا ولا بيكتب، وبالرغم من ده كله بلف عقل العبله. العبله؟ عنتظر بن شمام؟ انا قاعد بتكلم معاك ليه؟ بس يا رمزي اسكت لو سمحت. يا دولة ما انت مش فاهمني يا دولة بقى، انت ايه يا عم اللي يرميك على الكتب الاباحية ديا؟ الرومانسية يا سيدي، نمت على الكنبة، لازم اتعلم الرومانسية وانا اساسا مش مقتنع بيها. طيب هقول لك يا دولة، انت قلد الافلام الغرمانية يا عم، يعني مثلا عندك فيلم الوسادة البالية. الوسادة الايه؟ البالية. انا افتكرتك قلتها غلط، ماله ده؟ لا سيبك من ده يا عم، بص يعني مثلا ايه فيلم حبيبي نائما. ايه يا ابني الوسادة البالية وحبيبي نائما؟ يخرب بيتك يخرب إيه؟ انت على طول الحب بالنسبة لك كسل ونوم. بس يا رمزي، بس يا رمزي، انا عارف كويس قوي انا هعمل ما فعلته البلدية في محلات الكشري وعصير القصب من قفل وغلق وقطع عيش وقطع أرزاق، وذلك لكي ندعم رابطة البزارات اللي هي أنا مديرها ورئيسها. أيوة بس ده كتير قوي يا عادل، وكله إلا العيش. مش عايزين نعادي حد يا عادل. إيه ده؟ يعني إيه؟ أنتوا بالذات ما تتكلموش، أنت بالذات يا تحتفظ، لأنك أنت خاين. أنا خاين؟ صح. نعم خاين. هل نسيت؟ أتتفتكر؟ أتتفتكر؟ ساعة عندما لما بعت التمثال بتاع الزوجة التانية بعشرون جنيها، ونحن قد اتفقنا على أنه يكون بخمسة وعشرون جنيها. لا لا لا، إحنا الظاهر اتسرعنا في انتخابك رئيس الرابطة. هذا ليس بمزاجك، هذا ليس بمزاجك، لقد قدامكم دلوقتي حاليا سنة ونص عشان تنتخبوا بديل، لكن حاليا ما حدش يقدر يقول لي تسرعنا. يعني لو ما سمعناش كلامك تستقيل؟ ها ها، الحق الحق، بيقول لي تستقيل. لن استقيل، هذا بعينك، لان انا عندي ملفات
الملفات اللي معايا دي ضدكوا، انا ملفات نظيفه. انت يا استاذ ها فاكر ان انا مش عارف ونايم على اذني؟ لا انا عارف كويس قوي انك انت بتسرق الكهرباء من عمود الكهرباء اللي قدام البازار. وانت يا استاذ ها ان انت متهرب من الضرائب ومصلحتك اولا واستاذ شومان. وانت يا استاذ انك من سارقي صناديق الزبالة ام عجل. عشان بتعمل ايه؟ بتأجرها يا استاذ في الموالد بربع جنيه للاطفال والعيال. انا زي الفل ولا غلط؟ ايه ايه هو ده؟ انت هتهددنا ولا ايه؟ انا ما بهددش حد. لو اي حد فيكم فكر ان هو يهددني في منصبي وفي مستقبلي